وبعد إطلاق سراحها ليلة أمس، عقدت الصحفية المختطفة أفراح شوقي مؤتمراً صحفياً في قاعة برج بابل، شرحت فيه ملابسات الحادث وأسبابه بخطوط عامة بحضور وسائل إعلام وجهات أمنية. داهمتني قوة مسلحة مدنية ادعت انها يعني استخبارات عراقيه، بعد دخولها للبيت اخذتني ويا جهه مجهوله واني معصوبه العين. افراح هي تمثل المراه العراقيه، تمثل الصحافه وتمثل الاعلام، بالتاكيد هي تكلمت عن القصه، واحنا بالتاكيد هنالك اجراءات اخرى للقوات الامنيه لا مجال يمكن للكلام عنها الان، لكن نقول ان شاء الله احنا معاكم خطوه بخطوه. شوقي بينت انها لم تستطع التعرف على الجهه التي اختطفتها بعد اقتيادها معصوبه العينين لمنطقه خارج العاصمه حسب توقعها، مشيرة إلى أن الأفراد الخاطفين وضعوها في زنزانة انفرادية طيلة أيام احتجازها، وجرى التحقيق معها بشكل دقيق وصارم حول إحدى المقالات التي نشرت عن النساء العراقيات خلال الزيارة الأربعينية في صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق، وأثارت امتعاضا شعبيا واسعا. طلبوا مني الصمت فقط لحين بدء التحقيق معي، بعد ساعة طلبوا التحقيق وياي. أيضا كنت معصوبة العين، حرصوا طيلة فترة 9 أيام طيلة فترة احتجازي إنه ما أشوف أي أحد منهم. كانت الاحتجاز والتحقيق انصب على جملة مواضيع أو مواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا موضوع الأساسي اللي جرى حول التحقيق هو ما نشوف في جريدة الشرق الأوسط حول الزيارة الأربعينية. فيما جدد إعلاميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان مطالبتهم الجهات الرسمية بتوفير بيئة ملائمة لعمل الصحفيين، مشيرين إلى أن دور وقفتهم التضامنية في إطلاق سراح الصحفية المختطفة. أفراح صحفية يعني تطالب بالعدالة الاجتماعية للعراق، تطالب بالدولة المدنية، صوتها واضح جدا. ما جرى لأفراح جريمة كبرى أعتقد وخطيرة، نتمنى أنه ما تتكرر لكل الصحفيات العراقيات وأيضا الصحفيين العراقيين. هذا التضامن الكبير من العراقيين يخلينا نشعر طبعا بالغبطة. استبرق حسن، الحرة، بغداد.